سيطها ما يجري في العراق مؤامرة كونية إسرائيلية أمريكية تستهدف الديمقراطية العراقية كما قال مسؤولون عراقيون وكما قال أيضا مسؤولون إيرانيون، يعني ما حقيقة ما يجري الآن في العراق؟ الحمد لله، تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني يتهمون هؤلاء الناس الجياع الذين خرجوا من أجل المطالبة بحقوقهم لأنها مؤامرة أمريكية، ونسوا هؤلاء المسؤولين أن من أتى بهم إلى سدة الحكم هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أسقطت الدولة العراقية وليس النظام السابق. وعليه نجد في العالم العربي على الأقل كل الدكتاتوريات أول ما بدت الجماهير ضدها اتهموهم بأنهم مدعومين من الخارج، وأنها تذكروا سواء كان معمر القذافي في ليبيا أو في تونس أو في مصر، أو كل هذه الزعامات تكلموا نفس تكلم المسؤولين العراقيين. لكن الذي حقيقة يضحك ويبكي في نفس الوقت أن المسؤولين العراقيين الذين أتت بهم الدبابة الأمريكية والذين بقوا كل هذه المدة نتيجة مساندة الأمريكان لهم يتهمون هؤلاء الأبرياء بهذه التهم، لأنه المسؤولين العراقيين للأسف الشديد ليس لديهم شيء يقدمونه. كل أموال العراق هاي المليارات للأسف تخرج لجيوب المتنفذين السراق، وإلا ما بالك بموازنة ب 135 مليار دولار وعجز الموازنة أكثر من 40 مليار دولار. طبعا هذا العجز كله سرقة في جيوبهم. فهذا الذي يقوله المسؤولين العراقيين. كيف تفسر انخفاض نسبة التظاهر الشعبي الذي حصل خلال الأسبوع الماضي؟ يعني هل نجحت الحكومة العراقية بإفشال بعض هذه التظاهرات والتخطيطات؟ أخي، أنا كما ذكرت حضرتك كنت نائب ولدي علاقات واتصالات في قاضي عراقي قتل ابن أخيه، فذهب إلى ما يسمى الطب العدلي ليستلم جثة ابن أخيه في الثلاجات مجمدة. طبعا غير المتنفذ لا يعطوه الجثة. هذا الكلام أول أمس، والشهداء نسأل الله أن يتقبلهم شهداء أكثر من 700 شخص. هذا من أول أمس. القتلى تجاوز 1000، هذه الحقائق. الجرحى هم يقولون القتلى تجاوز 1000 سيطاها. نعم، الحديث عن 121 تقريبا. أيوة، هذا لأنهم لا يخرجون إلا يوميا بحدود 10 أو 15 جثة، والباقي لما يأتي أصحاب أهل الجثث هذه المقتولة لا يعطوهم. ولذلك أنت تتحدث عن مجزرة حقيقية سيد طه. نعم، مجزرة حقيقية. إذن أين الإحصاءات من المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية؟ كيف إذا كانت وسائل الإعلام أخي اللي هي تنقل الصورة دوهمت؟ طبعا في قناة دزل الفضائية مجرد أنه شخص خرج عليها وتكلم بقوة اتصلوا على الدولة التي تبث منها هذه القناة ومنعت لمدة شهر. انظر، لكن أنا حقيقة أخالف تقريركم. لا يوجد عنف متبادل. الذين قتلوا الأبرياء والذين ماتوا من الأجهزة الأمنية كلهم ماتوا برصاص الميليشيات المدفوعة من إيران والملتمة، أما الأبرياء هؤلاء ماذا يهدفون بذلك سيد طه؟ ماذا يهدفون بقتلهم لعناصر الأمن؟ ماذا يريدون؟ هل يريدون مثلا الإيقاع بين الشعب وعناصر الأمن؟ وهم عناصر الأمن أيضا قاموا وخرجوا لقتل هؤلاء المتظاهرين وملاحقتهم. لا، أرادوا أن يقولوا أن هذه الثورة ثورة الأبرياء الجياع خرجت عن مسارها، والدليل أن هناك مندسين قاموا بضرب الأجهزة الأمنية. الحقيقة أن الذي قتل 8 من الأجهزة الأمنية وقتل بحدود 1000 من هؤلاء الأبرياء هي نفس الجهة.
هذا الحقيقة. انظر أخي، إعلانهم أمس الناطق باسم وزارة الداخلية، بل من أول أمس ليلا، يقول وصل عدد الجرحى أكثر من 6,100، عدد الجرحى وصل أكثر من 10,000، والقتلى أكثر من 1,000. هذه الحقيقة، هذه ما حدثت. حتى المغول عندما دخلوا بغداد لم يعملوا في يوم واحد أو يومين هذا العدد على أبناء الشعب العراقي العزل بالرصاص الحي. ليس هذا فقط، أسأل كل عسكري، أصوات الطلقات هذه ليس أسلحة خفيفة، يعني هذه ليس الأسلحة الرشاشة أو الأمريكية الـM16، هذه كله أسلحة متوسطة تسمى يعني القنص، الأسلحة الطويلة المدى التي هي مداها كيلومتر فما فوق، يعني بل استخدموا في إحدى المرات حتى الـRPG سفن المضاد للدروع من أجل أن يضربوا أبناء شعبهم. يعني حقيقة لو كان العالم هذا الذي يدعي الإنسانية ويسلط الأمر، وهذه أمريكا المجرمة التي أتت بهؤلاء المجرمين لديها ذرة من الحقوق الإنسان التي تتكلم، كان كل الذين ضربوا ذولا يحاربون أمام المحاكم الدولية، لأنها أبادة لشعب أعزل لمجرد أنه خرج بمظاهرة سلمية قال أين حقوقي.